طبعا لو انت جديد في القناة لازم تشوف هذا المقطع. اول شيء شرحت فيه كل الطقات ما يخص الكي كادنس، شوف هذا المقطع وبعدين كمل هذا الفيديو. طبعا يا اخوان مؤخرا صار يظهر لي صوت طقطقة لما ناخذ ملف، لما يكون الطريق فيه ميول، السيارة لما تاخذ مطب كذا بزاوية اسمع زي صوت الطقطقة مع الفرملة مع كذا. طبعا يا اخوان طلع السبب من جلب عمود التوازن، طبعا ما قد غيرتها من الوكالة. طبعا هذه صورتها فوق يا اخوان، هذه الجديدة وهذه رقمها، وهذه شباب بعد ما فكيتها من السيارة. سعر يا اخوان حدود 30 ريال شامل الضريبة. طبعا يا اخوان كان يظهر البعض صوت طقطقة مع اللفات، طقطقة يمين ويسار، وبرضو لما اخذ برضو طلعة نزلة بس بدون ميول السيارة، ميلان السيارة يمين ويسار، هذه جلب عمود التوازن طقطقة برضو مع الفرملة. لكن لما تاخذ اللفات او لما تلبق السيارة اوقات يطلع لك صوت طقطقة مشابه لطقطقة حق صوت المقص. طلع يا شباب المشكلة انه في فضاوة من مسامير التوازن. طبعا يا اخوان سعر الواحد 60 ريال شامل الضريبة. يا اخوان خليكم مع الفيديو كيف نفرق بين الجديد والقديم. انتم شايفين في تشقق في نفس الجلبة حقت، شايفين في زي التشقق في نفس الجلبة، في زي فضاوة، هذه نفسها فيها زي فضاوة. شوف هنا ما شاء الله قوية، سبق نزلت لها شرح، شوف ما شاء الله هنا فيها قوة، شوف ثقيل مرة. سوي الثاني، شوف الثاني، شايفين شباب شايفين كيف يلعب؟ شوف هنا في فضاوة، هذا تعرف انه اللي هنا عندك المسمار خربان. طبعا المسمار يا اخوان عادة يتغير كل 80,000، كل 80,000 او كل 3 سنوات، تمام. هذا هو العمود التوازن، شفتوا الجلبة تركب هنا، هذا اللي هنا اليمين فكيناه، نيجي اليسار، بعدين هذا اللي هنا ركبناه شفتوا، هذا جديد ما شاء الله تبارك الله، يتشحم بعدين تتنظف، باي بخاخ مزيل الرواسب او الصدى يا اخوان زي ما انتم شايفين صورته في اليسار، يعني تقدر تستخدمه بعد اي قطعه تركبها عشان ما تعدم لك الدنيا وتجمع لك غبره. طب المره تشيك على العكوس ما شاء الله سليمه، احنا نركب عمود التوازن هنا، الشيكات كامله حد وانت بتفك، شيك على جرب المقصات كل شيء سليم خلاص الحمد لله، كرسي الجير تمام اوكي.